السلام عليكم، معكم طلال نقار، برحب فيكم بمتابعة كورس أخلاق الطبية. بنعتذر على التوقف المؤقت، كنت أنا بإجازة وأخونا الدكتور باسل كان بإجازة. كما وعدتكم بضيوف مميزين. اليوم حيكون معنا ضيف مميز، معنا الدكتور محمد حبش، غني عن التعريف. دكتور محمد هو أستاذ قسم الدراسات الإسلامية بكلية القانون بجامعة أبو ظبي، هو مدير مركز الإخاء الإنساني بدولة الإمارات العربية المتحدة. دكتور محمد مثل ما قلت غني عن التعريف، عنده أكثر من خمس من حوالي 52 كتاب مطبوع بقضايا الفكر الإسلامي. برحب فيك دكتور محمد. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. رحب طبعا بضيفنا الدائم دكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن وجامعة هارفارد. أخينا باسل، كيفك؟ أهلا وسهلا، يا هلا دكتور طلال. طبعا احنا توقفنا لفترة مؤقتة، كان باسل أنا كنت مشغول وباسل كان مشغول لأنه ما شاء الله أخذ ترفيعة، فصار يعني هلأ مشغول أكثر، ربما حيكون صعب أنه نلقطه بجلسات، فعم حاول قدر الإمكان نسجل أكبر قدر ممكن. بوصفي يعني جديد، بس بحب أتعرف أكثر على الدكتور باسل وين تمام عمله وحضرتك أيضا. باسل، نعم، أنا ممكن بلش. أنا بشتغل ب أنا مدرس للأخلاق الطبية في جامعة هارفارد، ومدرس للأخلاق الطبية والإدارة الطبية في جامعة بوسطن، في بوسطن كوليدج. أنا طبيب، وكمان بعمل في مستشفى اسمه مستشفى وينشستر في ولاية ماساتشوستس في أمريكا. أنا رئيس قسم البيشنت أدفوكسي والبيشنت إكسبيرينس والبيشنت ترانسبورت والفولنتيرز، في ترجمتهم بالعربي هو يعني رئيس قسم الدفاع عن المرضى حقوق المرضى والتجارب، مثلا، حقوق حقوق المرضى. المرضى. نعم، حقوق المرضى والتجارب، كمان في أقسام تانية حطوها ما هي حطوها الترفيع بعد. اللي خليتك ما عادت مشغول، ما عاد ما عندك وقت ابدا تطلع معانا، ما شاء الله عليك، تليفون ما عم ترد عليه انت هلا ما ما شاء شاء الله. الله، موجود دائما تحت الخدمة، نرفع رأسنا طيب فيكم. انا طلال نقار، حاليا بجامعه اوغستا بولايه جورجيا، انا استاذ مساعد بقسم الكليه او زرع الكليه حاليا. سابقا انا لما كنت بالسعوديه، انا مسيرة حياتي طلعت من سوريا على السعودية، قعدت 10 سنوات كنت طبيب عناية مركزة، فأنا ربما قضايا الأخلاق الطبية من اهتماماتي، كونت أني مارستها كثير حقيقة بالحياة العملية، وحتى حاليا لما انتقلت لقسم ثاني هو زرع الكلى، لا زالت قسم الأخلاق الطبية اللي هو موضوع توزيع الموارد وتوزيع مثلا موضوع الكلى، كثير في هذه المواضيع كلها بتدخل بمجال عملنا. طيب انا حابدا بدايه سريعه، خلينا ندخل بالموضوع، ابدا من الدكتور باسل لو تسمح لي. دكتور محمد باسل، حكينا بيوم الايام عن التفريق بين الايثكس اللي هي الاخلاق الطبيه والمورالز اللي هي القيم واللو او القانون، فيا ريت لو تعطينا لمحه سريعه عن هذا الموضوع بشكل سريع مشان ندخل بالموضوع. نعم، هلا راح ابلش باوضح شيء فيهم اللي هو القانون، وهو القرارات او اللي بيوضعها الانسان لفصل القضايا ولحل الاشكاليات او لوضع اطر للتعامل. هلا هي القانون، طبعا بالطب نحن هذا الشيء ضروري لنا لانه بصير في عندنا خلافات، فاستخدامات القانون او تقاطع القانون مع الطب هو شيء كبير. هلا المورالز او هي القيم، هي اللي بتطلع، هي اللي بتكون قائده او نابعه من داخل الانسان، او الاشياء اللي هو بيؤمن فيها واللي بتسير حياته. وهي الشيء طبعا، هي القيم طبعا هي بتكون نتاج تراكم خبرات الحياه، نتاج المكان اللي الشخص ربي فيه او الزمان اللي هو عم يعيش فيه، وهي الشيء اللي بيؤمن فيه والشيء اللي بيسير حياته. الأخلاق هي الأخلاق الطبية، هلا في الواقع هي العلم اللي بيحاول يجمع ما بين القيم ويحل مشاكل القيم لما بصير في عندنا نزاع بالقيم في أثناء ممارسة الطب، ضمن الأطر القانونية وضمن العرف المجتمعي وضمن اللي الشخص أو الإنسان الطبيعي ممكن يحس انه هذا هو الخيار المنطقي في هذا الوقت وفي هذا الزمان. ففعليا الثلاثه بيتقاطعوا بشكل كبير، وفي بيناتهم اختلافات احيانا ممكن تكون جوهريه. طيب معناتها القيم هي اللي شيء اللي يؤمن فيه الانسان، سواء كان اجى امن فيه من خلال تعليمه بالمدرسه، من خلال مثل ما قلت وراثه من اهله، او الدين اللي يؤمن فيه حقيقه. يعني نحن اللي بيحكم قراراتنا حقيقه بحياتنا اليوميه، معظم البشر متدينين حقيقه، هو الدين اللي يؤمن فيه. فمن هون ما دخلنا دكتور محمد، لما بتسمع انت كلمه الاخلاق الغربيه والشرع الاسلامي، هل تتوقع انه يكون في تعارض او في توافق؟ شو هو الشيء اللي بيخطر على بالك لما عم نحكي الاخلاق الطبيه بالذات لما بدنا نحكي عن هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
في البداية يعني أولا أشكر لكم هذه الدعوة، إن شاء الله أقدم هو مفيد. أعتقد يعني أنا شخصيا قراءتي لموضوع الأخلاق الإسلامية والأخلاق خلينا نقول الأخلاق الحديثة أو أخلاق العالم الحر أو العالم الديمقراطي، الحقيقة أنا لم أجد مبرر للتفريق بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق الإنسانية. أنا وجدت يعني دائما عندما نتحدث ممكن نحن نكتب أخلاق إسلامية للطب، وطلعت أنا على الميثاق الإنساني العالمي للأخلاقيات الطبية اللي أعده مجموعة من الإسلاميين الجيدين، لكن في النهاية هو قيم إنسانية، يعني هي أشياء مشتركة مع الإنسانية، لا يوجد أحد ينازعك في هذه المواد اللي أنا قرأتها عبارة عن 122 مادة، ميثاق طويل إنه هذه الأخلاق الإسلامية كلها على العين والرأس، بس هي أخلاق إنسانية لا يوجد أحد ينازعك فيها. ويعني حقيقة أنا أريد أن أتمسك بأمرين، إنه وجود أخلاقيات إسلامية للطب هو أمر جيد، يعني يساعد الطبيب على أنه يحقق رضا الله عز وجل ويحقق طاعة الله، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن يقع في خاطره أن هذه القيم هي مما اختص به المسلم. هذه قيم إنسانية موجودة لدى الجميع. يعني لما كلفت بهذا اللقاء ذهبت شوي كنت يعني أحب أن أشارككم على برزنتيشن، يعني أعرض بعض الأشياء اللي اشتغلتها، رحت إلى الكتب الإسلامية اللي بتتحدث عن الأخلاقيات، وأولها هو كتاب أخلاق الطبيب اللي أعده الإمام الرازي. والإمام الرازي يعني متقدم جدا، توفي في 315 تقريبا. الإمام الرازي يتحدث عن أخلاق الطبيب في الإسلام، ولكن يعني ما عنده أي عقدة أنه هذه الأخلاق كانت غائبة ثم حضرت مع الإسلام. لذلك أنت لما تقرأ أخلاق الطبيب لأبو بكر الرازي بتلاقي كل أخلاق الطبيب هو عم يعني يستلفها من جالينوس، من أبوقراط، مما قاله الفلاسفة اليونانيين. يعني لم أقرأ في الكتاب كله مثلا أنه عند السادة الشافعية هيك صح. والسادة الحنفية هيك والسادة المالكية، ما هذه أخلاق إنسانية، وواضح من كتابه أنه ما عنده هذه العقدة، يعني ماله عم يتكلف ليرضي أحد من الفرقاء أنه نحن عندنا شيء مش موجود عند الآخرين. بعضهم بظن يعني أنه يعني من شأن الإسلام التميز وأن يكون لديه قرار في كل شيء، وأن نقوم بأسلمة الطب وأسلمة الهندسة وأسلمة الزراعة وأسلمة الصناعة. الحقيقة هذه يعني اتجاهات شعبوية واتجاهات انفعالية لا داعي لها، يجب أن نشعر أننا جزء من الأسرة الإنسانية، والأنبياء جاءوا ليكرروا نفس الرسالة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما هو نفس الكلام، كل نبي جاء يبشر بالحقيقة نفسها، وعندما انتهت النبوات أيضا الحكماء جاءوا يبشروا بالحقيقة نفسها. لكن لماذا النزاع؟ النزاع له أسباب أخرى، أسباب سياسية وأسباب اقتصادية وأسباب، أما الذين يبحثون عن القيم يبحثون عن الأخلاقيات فيجب أن يكون سعيهم متحدا، وهذا ما أنا مقتنع فيه. يعني بإمكاني أن أقرأ لكم الآن ميثاق الأخلاق الإسلامية اللي تم إعداده عبر أحد مؤتمرات الطبية الشهيرة في العالم الإسلامي، ولكن في النهاية لما تقرأ كل هذه القيم أنت أمام قيم إنسانية لا ينازعك فيها أحد. وعند التطبيق أحيانا تجد الطبيب المسلم الملتزم الذي هو قدوة للناس والذي يأخذ الناس عنه الأخلاق، وأحيانا تجد العكس، تجد أن الطبيب قد يكون كثير صلاة وكثير أيضا صيام ولكنه لا يلتزم بأخلاقيات المهنة، وبالتالي يقدم صورة سيئة عن دينه وإسلامه. دكتور محمد لو فالميثاق تسمح لي، لو تسمح لي خليني أعطي أمثلة، خليني دكتور باسل نبدأ فيها. طب أنا أتفق معك تماما، بس أنا حابب الأخوة المستمعين أو المشاهدين يوصلوا لهي القناعة، مش مجرد إني إنه ياخذوها بشكل عام، ياخذوها بتفصيلي. هلا اللي انا من خلال قراءتي للموضوع، المبادئ اللي بتوصل، اللي خليني اقول الاسس يعني او النظريه اللي بتوصلنا للنتائج مختلفه بين الاخلاق الغربيه وبين الاخلاق الاسلاميه، بس النتيجه واحده.
يعني انا المحاكمه خليني اقول انه انا بدي اوصل لمبدا العداله اللي هي عداله بتوزيع الموارد، هلا باسل حيحكي عنها. بغض النظر من وين بدات، سواء بالطريقه الغربيه او بالطريقه الاسلاميه، بوصل للنتيجه نفسها. فانا حاطلب من الدكتور باسل لو سمحت تبدا لنا بالمبادئ الاربعه اللي هي المبادئ الغربيه حقيقه، مبادئ الاخلاق الاسلاميه الغربيه، بشكل مختصر عن كل قضيه او كل مبدا، ونسمع تعليق من الدكتور حبش انه هل هذا الشيء بيتنافى مع الاسلام او يتوافق مع الاسلام او اللي هو ديننا اللي نؤمن فيه. فيا ريت لو تبدا بالعكس، من عداله مثلا، ما هو تعريف العداله؟ الجاستس اللي هو بالاخلاق الغربيه بنسميه العداله. نعم، هلا العدالة هو يمكن أكبر مبدأ من مبادئ الأخلاق الطبية، واللي حاليا في كثير دفع باتجاهه، واللي هو الهدف هو ما في تعريف واضح له، ولكن بشكل عام اختصار هو الهدف منه هو أنه الخدمة الطبية تقدم للمريض بشكل عادل، وتوزيع الموارد يتم بشكل عادل. طبعا الموارد هون تبدأ من وقت الطبيب وتواجده معه والحديث اللي عم يخوضه مع الطبيب، إلى المنافس الاصطناعية اللي ممكن عم يحط عليها، إلى الأدوية، إلى اللقاحات، إلى أي شيء. وهو قدر الإمكان، وليست تماما تساوي المساواة، ولكن مبدأ أكبر وهو العدالة، إنه نحن نحاول ناخذ الوضع الخاص لكل مريض، الوضع الخاص لكل مجتمع ولكل مستشفى ولكل طبيب، ونعمل لهم موازنة بحيث إنه نحن نحاول نقدم العدالة لأكبر قدر من المرضى. يعني ربما هي الموازنة بين حق المريض بالعلاج وحق المجتمع كله بالعلاج، أنا نعم نعم أقدم نعم الخدمة الأفضل لأكبر قدر ممكن من المرضى أو من الناس. صحيح دكتور صحيح. محمد، هذا الشيء هل بيتوافق مع الإسلام ولا فيه برأيك تعارض أو لا؟ لا بالطبع، يعني هذا من أساسيات الإسلام، أن يعني نحن كمسلمين نؤمن بأن الله عز وجل نفخ من روحه في كل إنسان. لا يوجد أي آية في القرآن تقول نفخ من روحه في المسلمين أو في المتقين، بل في الإنسان ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وردت الآيات أولا عن آدم، ثم وردت عن كل أحد من بني آدم، ولذلك يعني كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك الإسلام يعني أعطى دفع كبير جدا لفكرة الإخاء الإنساني، على أساس أن الخلق جميعا مشتركون في روح الله، أنهم يعني يضمون شيئا من روح الله، أذن الله أن يكون في أرواحهم. فهذه فكرة موجودة في الإسلام وشواهدها كثيرة، وأولها أن الإنسان نفخ فيه من روح الله. التطبيقات الفقهية أيضا كانت واضحة حتى في فقه الحرب، مع أن فقه الحرب عادة كلنا يعلم أن قوانين الحرب قوانين ظالمة، يعني الحرب ظلم، لكن حاول الإنسان أن ينشئ قوانين الحرب ليس ليصل إلى العدالة، ولكن ليقلل الظلم. ليس الهدف من قوانين الحرب الوصول إلى العدل، ولكن تقليل الظلم، لأنه الحرب كلها أصلاً يعني لها تداعيات، سيقتل فيها مدنيين وغيرهم. لكن حتى العدو المباشر، غير أنه مثلاً في نهي كبير عن الاعتداء على امرأة أو على طفل أو على ناسك أو على راهب أو على دير، لكن حتى المقاتل المعادي الذي يعني يقف مواجهك في القتال في السيف ويريد أن يقتلك، فإذا سقط جريحا يحرم شرعا أن تجهز على جريح. الإجهاز على الجريح حرام. ما معنى ذلك؟ إذا أنت مأمور أن تأخذ الجريح وتداويه وتعالجه، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن، مش بس عن دينه، يعني أكيد إذا كان مختلف في الدين يجب أن تساعده، لكن هذا مش مختلف في الدين، هذا إرهابي بده يقتلك. ومع ذلك فإن الفقه الإسلامي توصل إلى مبدأ أساسي هو عدم جواز الإجهاز على الجرحى، وبعد ذلك سيعتبر أسير، والأسير لا يجوز شرعا ولا قانونا محاكمته. محاكمة الأسرى يعني إعدامهم، لا يجوز محاكمة الأسير، لأنه العدالة لها أسباب. يعني هذا الرجل لما وقف يقاتلك عنده كان دوافعه أو عنده ظروفه، فلا يجوز أنا أن أحاكمه كإنسان مستقل. لذلك يعني العدالة اللي هي المحاكمة هي شيء عظيم في كل قيم الدنيا، ولكن عندما تطبق على الأسير فهي ظلم، لأن الأسير لا يجوز أن يحاكم، يجب دكتور أن. محمد، العدالة بالأخلاق الطبية هون إلى مفهوم أضيق بشوي من موضوع العدالة لمفهوم العام، هي موضوع توزيع الموارد. إني أنا معي 5 تفاحات ومعي 10 جائعين، وأنا ما بقدر أوزعها بالتساوي بيناتهم أبدا. فأنا مضطر إني أنا أقدم الأولى فالأولى. ما أعرف باسل ربما يوضحها بشكل أفضل. أنا في عندي
10 اشخاص بحاجه لهي الخدمه الطبيه، ومتوافر عندي فقط 5 اجهزه تنفس صناعي، واجهزه التنفس الصناعي ما انا متوافره للجميع، انا عندي موارد محدوده. فالعداله هون تقتضي اني انا بطلع مين الاحوج للجهاز بمعايير مختلفه ربما نحكي فيها كثير بس عم اختصر، بحيث اني انا اقدم ال5 اجهزه ل5 مرضى من هذول ال10، وال5 الثانيين ما حياخذوا للاسف. هذا هو العداله هون، مزبوط يا باسل؟ نعم، صحيح، نعم، هذا هو التطبيق الأشمل. ولكن تصديقا لكلام الدكتور محمد، أنه حتى نحن بالأخلاق الطبية في عندنا كمان أخلاق الحروب، يعني كمان لازم نطبق فيه مبدأ العدالة، مبدأ أنه معالجة الجريح، معالجة الأسير بغض النظر عن دينه، عن عرقه، عن مكانه، عن جنسه. هذا طبعا كله شيء موجود، ولكن مثل ما قال الدكتور طلال، هذا الشيء هو الشيء النادر، ولكن مفهوم، يعني نحن ما عادة كثير بنشتغل فيه بشكل يومي. ولكن توزيع الموارد وحقوق وضمان حقوق المريض انه هو ياخذها، وانه هو حقوقه في العلاج بشكل عادل. يعني مثل ما قال، نحن عندنا 5 تفاحات و10 جائعين، احد الجائعين ممكن يكون شخص عمره 70 سنة وعنده سوء امتصاص، ممكن ما يستفيد من هي التفاحة، بينما صحيح الشخص الاخر هو طفل عمره شهرين وما عنده اسنان، ممكن ما ياكلها. وفي عندك شخص آخر هو شخص عامل منتج، ممكن تفاحة واحدة ما تكفيه، بده تفاحتين حتى يحسن هو يكمل نهاره. هاي كلياتنا نحن بنحاول نوازنها، ولكن بدل ما نحكي عن التفاحات، نحكي وقتها عن المنافس شو الصناعية، تعليقك ونحكي عن دكتور محمد التفاحات على الموضوع؟ التحميلية. عن هي موضوع يعني توزيع الموارد المحدودة اللي هو جزء مهم من الأخلاق الغربية حقيقة. جميل، يعني لا تنتظر هون أن أقول لك أنه عند السادة الشافعية صح يجوز وعند السادة الحنفية تقسم المنافس بالتساوي أو تؤجر بأزمنة مختلفة. هذا موضوع يقرره التجربة الطبية والخبراء اللي عم يشتغلوا على الأرض، وتراكم الثقافات والخبرات والمحاكم الطبية اللي قامت بتأصيل هذه الحقائق. نحن بالنسبة لنا يعني في قواعد عامة في الشريعة، هي قواعد إنسانية عامة. يعني مثلا إذا دائما القرآن الكريم، يعني لما يعطيك كلمة فمن اضطر غير باغ ولا عاد، شوف كلمة غير باغ ولا عاد، هو مثلا أذن لك بشرب الخمر عند الاضطرار، فبشرط أن لا يكون هناك بغي ولا اعتداء. البغي أن تكون أنت بالأصل خلقت الجو الذي غابت فيه كل وسائل الشراب، وبصفي إلا الخمر، يعني أنت كسرت المية وطلعت وأخذت زجاجة الخمر وقعدت بالصحراء وقلت ما عندي غيرها، هذا لا يبتيح لك الخمر لأنه أنت ابتغيت ذلك، أنت قصدت ذلك. ولا عاد بمعنى إذا أذن لك بشرب هذه الخمر حتى تسلم روحك، فلا يجوز أنت تشرب. إذا كانت جرعة يعني تكفيك، ما بيجوز تشرب جرعتين. إذا غير باغ ولا عاد، والأمر نفسه فيما يتصل بتوزيع العدالة الطبية أو العدالة الدوائية على الناس في حاجاتهم، فهنا يجب أن تحدد معايير. هذه المعايير يجب أن تقوم على أساس موضوعي ولا تقوم على أساس أي شيء آخر. بالطبع الإنسان الأشد ضعفا هو أحوج إلى الدواء من الإنسان الذي يمتلك بعض القوة. الإنسان اللي واقف على قدميه أقل حاجة من الإنسان اللي ينهار وصار جالس على الأرض. هذه المسائل لا يقدرها الفقيه، هذه المسائل يقدرها الطبيب، يقدرها الجهاز الطبي الذي يعرف هذه المسائل. الفقيه بيقول لك بس إنه يجب أن نتحلى بالعدل، يجب أن نتحلى بالمساواة بين الناس، يجب أن لا نظلم الناس بنحابي بين الناس بقرابة أو بنسب أو بدين أو بمذهب أو بطائفة، إنما يميز بين الناس بقدر حاجتهم، غير باغ ولا عاد، بقدر حاجتهم. فمن كان أحوج إلى الدواء فهو أولى به، سواء كان من الأتقياء أو من الأشقياء. بيعجبني جدا دكتور محمد، خليني اعيد الكلمه اللي حكيتها، انه هذا الموضوع ما بيقدره الفقيه، الفقيه هو مشرع، يعني هو عم يحط التشريع، هو بيحط الخطوط العامه اللي بيطبقها سواء مهندس بهندسته او طبيب بطبه بكل مكان بتخصصه، انا بدي اطبق المبدا اللي قلت لي عليه، لازم يكون عادل او لازم انا احقق حقوق الاخرين. دكتور باسل تفضل. حتى كلمة مشرع فيها شيء من التجاوز، ليس مشرعا. تطبيق المشرع التشريع. هو نعم الجهاز الطبي المكلف والمخول واللي دارس في الجامعات المتخصصة واللي قادر أنه ينتج معايير موضوعية. الفقيه خليه يكون هو يعني واعظ يقدم القيم، هو يدعو إلى الخير، يدعو إلى الأخلاق، يدعو إلى القيم، لكن المعايير لا، ما بيحسن يحط الفقيه.
دكتور باسل، لو ننتقل للمبدا الثالث والثاني لو سمحت، تدمجهم سوا، اللي هو الاحسان. نعم انا على فكره نعم انا بتشكر دكتور مازن، خير الله اعطاني هذه الترجمه، لانك جدا اعجبت فيها، البينيفيشنس الاحسان اللي هو تقديم الفائده، وعدم الضرر اللي هو نون مال افيسنس. لو تقدمهم بشكل سريع ولا تعليق الدكتور حبش عليهم اذا بيتوافقوا مع شرعنا او نعم ما بيتوافقوا. نعم نعم هلا النفع او الاحسان هو تقدير الطبيب لما هو مصلحة المريض. طبعا مثل ما ممكن تتخيل دكتور حبش، كمان هذا الشيء نسبي وشيء جزئي وكل حالة مختلفة، ولكن دائما الطبيب لازم يسعى انه يحدد ما هي منفعة المريض ويوازنها مع الضرر اللي هو ممكن يلحق فيه. يعني هلا لكل دواء او كل تدخل علاجي دائما احنا بنعرف انه في نتائج راح تكون باذن الله جيده، هي راح تكون منافع وهذا يعتبر نوع من الاحسان، ولكن في له ايضا جوانب ممكن او عقابين نحن بنسميها بالطب ممكن تؤدي الى ضرر. فهذا الشيء الاخر نحن بنحاول نوازنه بيناتهم، وفي كثير احيان نحن بنرفض عمل بنقول بنعتبره انه هذا لا طبيا جائز ولا اخلاقيا جائز نتيجه انه ضرره اكبر من نفعه، وكثير احيان بنشوف نحن في عمل ضرره كبير ولكن ممكن تقبله لانه في منفعه معينه عفوا ممكن الطبيب ممكن المريض يتحصل عليها. نعم، يعني انا بس لساتني بحاجه لمزيد من التوضيح حول يعني عنوان الاحسان. ايش حطيته عنوان الاحسان؟ انا لما اعطيتني عنوان الاحسان راح ذهني للمقارنه بين العدل والاحسان، بس لا، انت قدمت معنى اخر. المنفعة هو ترجمتها الحرفية المنفعة. أنا لازم كمريض إجانا عندي على المستشفى أنا لازم أقدم له العلاج المناسب، هي المنفعة. مريض جاي معي بالتهاب سحايا مثلا، لازم أقدم له المضادات الحيوية المناسبة، بس بنفس الوقت لازم أضمن عدم الضرر. أنا ما لازم أقدم أدوية تسبب ضرر اللي هو بسموه عدم الإيذاء، ما لازم أقدم أدوية بتسبب ضرر أكبر من الفائدة. لازم دائما نوازن بين الخطورة والفائدة. فلما ترجمت إحسان صراحة كلمة عامة، ربما لأنه لها معاني ثانية فقهية أو غيرها، بس هي إنه غاية أني أنا أقدم الخدمة للمريض. فهل هذا بيتعارض مع شرعنا بأي شكل من الأشكال؟ لا أكيد ما بيتعارض، بس أنا يعني ما زال عندي تحفظ على العنوان، لأنه كلمة الإحسان تنصرف دائما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هي درجة أعلى. فالعدل هو أنت راتبك مثلا 1000، العدل تاخذ 1000، لكن I see. الإحسان إنه أنا أعطيك 1500، هذا اسمه الإحسان. أنت مش راتبك بس أنا أعطيتك زيادة عليه. I see. مثلا العدل، انا بتعامل لو افترضنا بجاري مع جاري مع شريكي بتعامل بالعدل، لكن مع امي وابي مش بالعدل، بتعامل بالاحسان. لو اقترضت من مثلا ابي اقترض مني 1000، مش برجعها 1000، لازم المفروض غير يكون، لانه التعامل هون مو ليس معياره العدل وانما الاحسان. فخلينا مثلا نقول المنفعه يمكن منفعة، اكون ادق في نعم التعبير عن ذلك. المنفعة أو الفائدة ممكن، تمام نعم، الفائدة أو المنفعة يمكن يكون تعبير أدق. فإذا عندما أنا أقدم للمريض، يعني هذا يمكن بياخذنا إلى مزالق يعني لازم نحن نحذر منها، وهي أنه أن يكون الدافع للدواء أو للطلب العلاج هو أحيانا كثيرة يقع بعض الأطباء بنفوس مريضة بأنه يعني يصف دواء معين يعود عليه بالفائدة، هو جزء من هذه الشركة، أو الشركة نفسها قدمت له مثلا خدمات معينة فصار هو يحابي هذه الشركة فيصف الدواء اللي توصفه الشركة، وهو يعلم أنه ليس الدواء الأنسب لهذا المريض. هو يعلم أن هناك دواء آخر من شركة أخرى لا تعود عليه بأي منفعة لكن ينفع الطبيب المريض أكثر. هنا محاباة شركات الدواء على حساب عافية المرضى، محاباة الأصدقاء بتقارير العذر الطبي، هذا اللون من المحاباة هذا بالطبع هذا ممنوع أخلاقيا، نحن يعني إسلاميا ممنوع، ولا أشك أبدا أنه أيضا ممنوع إنسانيا وأخلاقيا، ويجب أن يكون هناك في المحاكم الطبية أو المراجع الطبية يجب أن تكون هناك رقابة دقيقة على ما يقدمه الطبيب، وأعتقد هذا موجود بنسب مختلفة، أن يكون هناك رقابة أن يقدم الطبيب الدواء الحقيقي مهما يعني لازم يكون عنده التبرير الواضح أن هذا هو ما ينفع المريض مهما كان صلته بهذه الشركة أو عدم صلته فيها. مهما قدمت شركات الدواء بتقدم أحيانا عروض هي أذكى من أنه تقدم يعني رشوة، هي تقدم عروض، هي تقدم فرص سياحية، هي تقدم فرص لتمكين الطبيب،
لكن بالنهاية طعم التم تشتهي العين، طيب هو هذا ما أخذ بسيف الحياة فهو دكتور ربا، هذا محمد، لون من ما تعليقك يعني على لون عدم من الضرر؟ أستاذ أحبك الأطباء. عدم الضرر نعم انه نحن اخلاقيا بالاخلاق الغربيه ما لازم تؤذي المريض، هل هذا بيتعارض مع شرعنا باي شكل من الاشكال لو انه قلت لا لك ما أبدا، لازم تؤذي المريض؟ بكل تأكيد يعني نحن أمرنا بالتداوي، وأمر الطبيب بالرحمة، وأمر الطبيب بأن يخشى الله سبحانه وتعالى فيما يقدمه من دواء وعلاج وبرء، وأمر بأن يبحث عما هو أنفع للمريض وأن يقدمه له. ولو علمت أن السيدة عائشة لها كلمة تقول فيها: إذا استطعت أن تنزعي عينيك فتجعليهما أحسن مما كانا فافعلي. من حق الإنسان أن يصل إلى الكمال في سواء في جسده أو في عافيته أو في صحته، وهذا حق من حقوقه في الحياة، ويجب أن توفره له الدولة، ويجب أن تسهر الدولة على مراقبة الطبيب والصيدلي بحيث أن يقدم ما ينفع المريض أولا، وأن يكف عنه كل ما يؤذيه ولو كانت له رغبة فيه. جميل دكتور باسل، لو ننتقل للمبدأ الرابع اللي هو رقم واحد، انا اجلته للاخير لانه هو فيه الحكي الاكثر حقيقة فقهيا، اللي هو مبدأ احترام ذاتية الاستقلالية. المريض او نعم احترام رأي المريض، او انه ما بنقدر نعالج المريض اذا ما وافق على العلاج. لو ريت تقدمه بشكل سريع ونعطي دكتور حبش رأيه او تعليقه اسلاميا، هل هذا بيتعارض مع الاسلام او لا؟ صحيح. هلا باللغه الانجليزيه هو اسمه الاوتونومي، مثل ما قال دكتور طلال، هو احترام ذاتيه المريض، والهدف منه هو احترام قرار الطبي للمريض، وهذا بيتطلب عده اشياء. اول شيء بيتطلب انه نحن نكون عاطين المريض المعلومات الكافيه طبيا، انه هو يكون مشان يصير هو قادر على اتخاذ قرار بيمثله وبيصب بمنفعته وبيبعد عنه الضرر. وهذا كمان من أحد أوجهه، أنه نحن كأطباء نحن شركاء مع المريض ولسنا أوصياء عليه، بمعنى نحن ما رح ناخذ قرار بالنيابة عن المريض وفي حال هو كان قادر أنه ياخذ قرار، أو نحن ما رح ناخذ قرار مخالف لرأيه. باسل فهذا الشيء معلش، نحن مصب باسل نضرب مثال، مثلا لو انه جايني مريض معه التهاب بقدمه، جانجرين مثلا او تنخر او اذى نعم شديد، نعم نعم والطبيب والقرار الطبي انه لازم يصير بتر للساق لا سمح الله، وهذا الشيء بيصير للاسف، او انه اذا ما صار هذا البتر رح يصير فيه التهاب ويتضاعف وممكن المريض يؤدي حياته الى الخطر، ممكن يموت صراحه. فاخلاقيا انا هون كيف انا باخذ هذا القرار لو نشرحه بشكل عملي مشان الدكتور حبش يعلق عليه؟ نعم هلا في حال انا اجاني هيك مريض، فنحن كاطباء هون في الغرب او كاخلاقيين طبيين لازم نشرح للمريض تماما تداعيات، اول شيء العلاج شو هو، شو هي الخيارات المتاحه كلها للمريض، وشو هي المشاكل ممكن تكون مرافقه لهي الاجراءات، وبنفس الوقت في حال ما تم اتخاذ الاجراء فشو هي التداعيات، عواقب ومن ضمنها ممكن تكون الوفاه. ولكن فبنشرح له اياها للمريض. هلا بعدين المريض هو بياخذ القرار، نعم انا بدي تعطوني علاج دوائي، نعم بدي بتر، او بدكم تتركوني بحالي. هلا في حال قال بدكم تتركوني بحالي ونحن بنعرف تماما انه هذا الشيء ممكن يؤدي الى الوفاه، لازم نرجع نحكي معه ونصر عليه ونشرح له، ولكن الى حد معين. اذا هو قال انا فهمت القصه تماما ونحن تاكدنا تماما انه هو قادر على اتخاذ هذا القرار، واعي ومتاكد وما في عنده اي شيء عم ياثر عليه او يضغط عليه، وهو عم يقول انا هذا الشيء مقتنع فيه وانا بدي اياه، فنحن وقتها بنقول هذا حق المريض، لازم نوقف عن هذا الشيء ولازم نحترمه ونسهل له اي شيء ممكن يريحه، سواء مسكنات الم، سواء مضادات حيويه ممكن تخفف من الالتهابات، ولكن لن نقوم بتربيطه واجباره وتخديره غصبا تمام. عنه انه نحن نعمل له بتر فدكتور للمريض. محمد، شو تعليقك على هي النقطة؟ إنه في عندنا أحيانا بيصير يعني إحنا لازم ناخذ رأي المرضى بكل قرار علاجي اللي بناخده، بس في مرضى بيرفضوا العلاج، فهذا الشيء لازم بالأخلاق الغربية نحترمه، والمريض وهذا ربما في كثير زملاء أطباء بيعترضوا عليه إنه كيف بدي أحترم رغبته، هو بده يأذي حاله. بس يا أخي أنا ما بقدر أجبر، مثل ما قال لك باسل، ما بقدر آخذ مريض أربطه وآخذه على العمليات، فما تعليقك إسلاميا على هي الحالة؟ هل فعلا نحن لازم نحترم رغبة المريض بالعلاج؟ الحقيقة نعم، هناك توافق تقريبا بين الفقه الإسلامي وبين هذا الهدف الإنساني. خلينا شوي نقيس مثلا على موضوع الصدقات. في الصدقات عندما نعطي الفقير لا يجوز لنا أن نتحول إلى أوصياء عليه، قد يأخذ الفقير المال وبدل ما يشتري مثلا طعام ينفع يروح يشتري دخان، ممكن يشتري حتى خمرة، ممكن حتى يشتري مثلا ما يؤذيه. من الناحية الشرعية ليس لي أنا أن آمره،
بعد ما تملك المال انه ما بيجوز تشتري هذا او يجب ان تشتري هذا. المتصدق هو وكيل الغني وليس ولي الفقير. يعني دائما نزعت الولاية عن المتصدق او الغني ان يأمر الفقير، فقير ادرى بنفسه انا بس بنصحه، واذا بدي اعطيه حقه اللي الله عز وجل قسمه له بسلمه اياه وهو يصطفل، ممكن انا حتى اعطيه طعام فيأخذه ويبيعه ويشتري تلفزيون. ما بحق لي انا امنعه، لانه يعني في احترام كبير لإرادة الانسان، خاصة عند السادة الحنفية. السادة الحنفية لم يأذنوا على الإطلاق بأي وجه بمبدأ الحجر على السفيه، مهما كان عنده حالة من السفه والتبذير وعدم الوعي بالإنفاق فلا يجوز الحجر عليه. وكذلك في حالة المريض، وهناك كثير من المرضى في التاريخ الإسلامي في الصحابة عندما أيقنوا بأن المرض مشتد والحالة متقدمة كانوا يمسكون إرادتهم ويترفعون على العلاج، وكانوا يقولون لا نريد التطبب، واعتبر هذا زهدا وتنسكا وتدينا. والحقيقة أنا شخصيا عندي هذا الرأي، وبتمنى أنه يعني أحسن أشرح فكرتي، خاصة يعني أنا أشعر أن العلم الحديث خدم الإنسان طبيا كثير، لكنه في الحقيقة قد يكون أساء للمسن. يعني عندما يصل الإنسان إلى حالات سيعيش فيها فقط بالدواء، فقط بالمنفسة بالدواء، وقد تطول سنة وسنتين وثلاثة. أنا عندي تجربة من هذا النوع، ممكن تطول 3 و4 و5، هو مش شاعر بالحياة ولا شايف أحد. قد يكون يعني من العقل ومن المنطق ومن الرحمة أن نترك هذا المريض أن يقول أنا لا أريد أن أتابع العلاج، أنا أعاني أوجاع شديدة وأنا مشتاق للقاء ربي وأريد أن ألقى الله على ذلك. يعني لو أردنا أن نستعرض عدد من الصحابة الكرام الذين اختاروا هذا عندما أيقنوا بأن يعني أيامهم باتت معدودة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما مرض استدعى أطباء العرب، وجاءه الحارث بن كلدة وغيره من الأطباء وكانوا يطبونه، ولكنه في الأيام الأخيرة صلى الله عليه وسلم بات يتحدث عن لقاء ربه ولم يعد يحتفي بالطبيب، لأنه شعر أنه الأيام باتت معدودة. فبالعكس يعني هذه الفكرة هي، مع أننا مأمورون بأن نحذره وأن نشرح له ما يمكن أن يلقاه، ولكن يجب احترام إرادة الإنسان. أنت عارف أن الإمام الغزالي عقد فصولا حتى هو في رفض التطبيب، يعني في رفض التطبب كله، لكن لعله كان هل هو يقصد. سؤالي دكتور محمد، ما هو حكم العلاج شرعا؟ حقيقة إذا تفتح كتب الأخلاق الطبية الإسلامية هتلاقي فصل كبير معقود بيحكي عن كل آراء الفقهاء بالمذاهب المختلفة عن حكم العلاج شرعا. يا ريت لو تلخص لنا إياها وتعطيني رأيك، خلاصة رأيك بموضوع حكم العلاج شرعا للمريض. هلا نحن لدينا مجموعة من الأحاديث الواضحة. أولا الآيات الكريمة التي جعلت الشفاء شأن الله والمرض شأن يعني ذنوب الإنسان، ونسب الشفاء إلى الله عز وجل لما قال: والذي يميتني ثم يحييني، وإذا مرضت الذي خلقني فهو يهديني، والذي يميتني ثم يحييني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فعدل عن قوله بأنه يمرضني ويشفيني، فنسب المرض إلى الإنسان وتقصيره، ونسب الشفاء إلى الله، الشفاء من الله. وعندما يمن الله عز وجل على الناس بأن النحل يخرج من صدورها شراب مختلف ألوانه، قال فيه شفاء للناس، فجعله منة من الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وفي الحديث الشريف أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تداوى وداوى وحجم واحتجم ورقى واسترقى، يعني مارس الطب. طبعا أنا هنا لا أتحدث عن طب نبوي عجائبي فيه معجزات وإعجازات، لا 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 لا، أنا أتحدث عن طب شعبي كان موجود في عصر النبوة، والرسول بذكائه وممارسته طور هذا العلم وابتكر فيه أشياء جديدة، وإحنا محبا للرسول صرنا نطبق هذه الأشياء. لكن لا تكتسب هذه الأشياء، كل الطب النبوي لا يكتسب معاني قدسية أو معاني الوحي، هو جزء من الممارسات الإنسانية.
يعني حبة البركة ولا موضوع الحجامة ولا موضوع الكي، كلها أشكال من الطب العربي التي كانت سائدة في عصر النبوة وقد اهتم بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني لو أجرينا دراسة عميقة لمذاهب الفقهاء في شأن التداوي لرأيت أنهم يقصدون دائما الدعوة إلى التداوي والحث عليه والترغيب به، ولكن عددا منهم ذهب إلى منح المريض هذا الحق باعتباره حقا له وليس واجبا عليه، باعتباره يعني خيار يلجأ إليه إذا أراد التداوي، ولكنه يمكن أيضا أن يأنس إلى جوار الله وأن يقول للآخرين لمن حوله ذروني، يعني هو نوع ما بعرف أنتم بتسموه القتل الرحيم أو الموت الرحيم. الموت الرحيم يمكن طيب عندكم جدل في هذا لو الموضوع، تسمح لي دكتور لكن محمد في اني افتي النهاية هلا، اسمح لي افتي انا باسم افتي فتوى شرعيه، هاي باسل عم يسمعني اذا توافقوني بهالفتوى او لا. هلا تفضل. لو اطلعت انت يعني لخصته جزاك الله خيرا عن موضوع العلاج شرعا، صراحه راي الفقهاء الاقدمين اللي هو مش كلام حديث، كلام ربما عمره ل 100 سنه صحيح، انه بيعطيك احكام مختلفه للعلاج بين السنه والمستحب و و و انه بدك تعالج تعالج، بدك ما تعالج ما تعالج. أنا عندي صراحة كطبيب عم أحكي فتوى مختلفة. أنت إذا كان العلاج برأي الأطباء الغالب الظن أنه حيشفيك، وإذا أنت ما أخذت العلاج حيصير أذى كبير، امتناعك عن العلاج هو في إثم. يعني التهاب السحايا هو حالة شديدة، علاجه بالمضادات الحيوية اللي هي متوافرة حاليا 15 يوم أو ربما أقل، ماني شاطر بالآي دي هلا، 15 يوم ومضادات حيوية آمنة نوعا ما وتحقق شفاء تام، بينما لو ما أخذت العلاج ربما في عقابيل شديدة، أذى شديد ممكن يلحق بالبدن وممكن يكون في وفاة أحيانا. أنا كطبيب مهمتي إني أعرض هذا الكلام للطبيب للمريض، والمريض حقه ياخذ أو ما ياخذ فيه، بس هو لو ما أخذ بهذا العلاج فهو آثم لأنه هو أذى نفسه بناء على المشورة الطبية. إذا كان الحالات الثانية اللي مثل ما ذكرت لحضرتك وحنحكي عليها لاحقا، إنه أصلا الطب ما وصل لعلاج لهي الحالة، مرض الهرم مثل ما قلت هو لا اللي حنحكي عليه هلا، إنه ما في علاج أصلا موجود، العلاج الموجود هو علاج تلطيفي ضرره أكبر من فائدته، أحيانا في معاناة من العلاج أكثر، هون وقتها صار علاج مستحب أو مخير في إنك تاخده أو ما تاخده. بس لما بيكون إذا العلاج، بالنسبة وهذا لي الكلام أنا فقهاء ما قالوا، بس خليني آخر كلمة، إذا كان العلاج فائدته أكبر من ضرره وضرره كبير، يعني عدم العلاج ضرره كبير على البدن، والله العليم إنه المريض بيكون آثم لما ما بياخذ بهذا العلاج إذا كان فهمان شو عم يعمل. يعني أنا بختار لك هون خيار ذكر الإمام القرافي، بيتحدث عن التطبب كما تحدث عن الزواج بأنه تتناوبه الأحكام التكليفية الخمسة، صحيح فيكون واجبا في حق بعض المرضى ويكون مستحبا في تمام حق مرضى آخرين ويكون مباحا في حق مرضى من نوع ثالث ويكون مكروها ويكون حراما. فهو يرتب الأمر على أساس يعني قدرة الطب على العلاج صحيح وميل الظن، لأنه ما في يقين طبعا، ما في بالدواء ما في يقين، في ظن، ميل الظن الأكبر بأن العلاج سيتحقق، فهنا يبلغ العلاج رتبة الوجوب. وإذا كان يعني غير متحقق العلاج ولكن يعني سيخفف من الآلام ينتقل إلى رتبة المستحب ثم صحيح المباح ثم المكروه ثم يكون حراما إذا كان تيقنا أيضا بأن هذا العلاج سيؤدي إلى يعني الموت بنسبة عالية جدا. كثير من العمليات الآن لا تزال لما يدخل عليها الإنسان ممكن يعني يكون نسبة النجاح 10%، فهنا يحرم الدخول فيها لأننا مأمورين باستبقاء الروح، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جميل جدا. بس انا معناته خليني ارجع للنقطه، وباس خليني اسمع تعليقك. انا يعني العلاج الواجب شرعا لما انا الطبيب بيقول انه هذا العلاج نسبة العظمى انه في شفاء وترك العلاج رح يساوي ضرر، هون المريض لما بيترك راي الطبيب وبيقرر ما يتعالج وبيأذي حاله، في عندنا حالات كثير من هذا الكلام صراحه، هو آثم شرعا. بس هذا لا نعم يعني، لا يعني، وهي باس رح اسمع منه مره ثانيه، اني انا بقدر اجبره انه لازم غصبا عنه يتعالج، هو بينه وبين ربه. مظبوط يا نعم باسل؟ صحيح صحيح. أنا ما فينا نجبر أي شخص على، في حالات معينة جدا قيمة نحن ممكن نجبر مريض على ياخذ يعني علاج، بس حاجات هو خفيفة. أثناء المرض النفسي، ولكن بشكل عام لا يمكن إجبار المريض على أخذ أي شيء. ولكن النقطة الأساسية في احترام ذاتية المريض هي إعلام المريض بشكل كافي ووافي عن
الإجراء الطبي وفوائده وعدم والناتج عن عدم خضوع له. وهون دائما نحكي نحن بنواجهها نحن بمجتمعنا العربي يعني اللي هو جزء من المجتمع الإسلامي، إنه نحن دائما نقوم بإعلام شخص آخر أحيانا غير المريض، وهي مشكلة. يعني إحنا مثلا نعلم الزوج أو الأب أو ابن العم أو الجد حبا في المريض من طرف العائلة، إنه هن بدهم يحموه، بدهم يساعدوه، إنه هن ما يؤذوه نفسيا نتيجة التشخيص، أو فنحن بنخبي عنه. فنحن أخلاقيا على الأقل هون في الغرب بالنسبة للأخلاق الطبية ترفض هذا الشيء، ولكن تقبله من المجتمعات العاملة فيه إلى حد معين. فأنا مهتم إني أسمع رأيك دكتور محمد بهذا الموضوع. هل نحن من فينا أو بشرعا هل يجوز نحن إنه نخبي عن المريض، ولا إذا خبرنا ابن عمه أو ابن خالته؟ أو طبعا أنا ما عم بحكي عن الأطفال اللي هن غير بالغين اللي هن اللي في أوصياء عليهم، ولكن للشخص الإنسان العاقل الراشد القادر على أخذ قرار بحق نفسه. طبعا طبعا، بس قبل ما يبدا دكتور محمد، طبعا عم قارن، بس مقارن كونه هي جلسه مقارنه، لانه نحن عم نقارن بين المجتمع الغربي والمجتمع الاسلامي. نحن نؤمن بالله واليوم الاخر، ونؤمن انه في الموت حق، ونؤمن ونؤمن ونؤمن، ومع ذلك للاسف بالممارسه الحقيقيه بنخاف من هذا الشيء، والاهل بيزعلوا لما بنخبر المريض وبيقول لك لا تخبره لانه ما بدنا يعرف. فما رايك يا دكتور محمد؟ الحقيقة لا يمكن، يعني لا يمكنني أن يعني أستدل بأي آية في القرآن الكريم أو حديث مباشر في هذا الموضوع، في هذه المسألة بالذات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني زار عدد من المرضى من الصحابة، وكانوا قد تقدم بهم المرض، وكان يوصي، يعني كان إذا يعني يوصيه بالتقوى ويوصيه بالتوبة، وكان يأخذ بيد المريض ويقبلها صلى الله عليه وسلم. وكان يعني يدعو إلى أخلاقيات أخرى في التطبب، نحكيها بس نطلع من هذا المحور. بس الآن خلينا نرجع لمحور إنه يعني إبلاغ، أنت طرحت مسألتين: إجبار المريض على الدواء، وإخبار المريض يعني بقرب الأجل. طبعا يعني المسألة مصطدمة بجانب من العقيدة، لأنه نحن عندنا في العقيدة أنه لا يعلم الغيب إلا الله. وكثير من الأحيان يعني الإبلاغ الإنسان بالأجل هو أولا فيه افتئات على الله عز وجل، لأن أحدا لا يعرف الأجل. وثانيا من جهة أخرى هذا يحتاج إلى ثقافة اجتماعية عالية. إذا كان المجتمع غير واعي لهذه المسألة فعلا قد نكون نسيء إليه. هي مسألة ثقافة طويلة. أنا بضرب لك يعني مثال بسعد بن أبي وقاص. جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد به المرض، وكان سعد يعاني من بأسور شديد جدا منذ شبابه. وجاء بماله كله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: هذا مالي صدقة يا رسول الله، أنا رجل مصبح ماسي. وكان يشتد عليه المرض في الليل فنقول لا يصبح، يشتد عليه في النهار فنقول لا يمسي. ومع ذلك الرسول طبعا رفض منه هذا الاحتجاج، وقال له: أخبروني أنه أنا أيامي معدودة. قال له: لا يعلم الغيب إلا الله، ورد هذا الخبر، ورد عليه المال أيضا، وقال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأمره يعني شد أزره بالوصية، بالطاقة الإيجابية، بالشعور الإيجابي. وإذ سعد بن أبي وقاص عاش بعد هذا الشكوى، عاش 40 سنة، صحيح صحيح، وقاد معارك كبيرة، ومعركة القادسية. حتى معركة القادسية يوم قادها كان مريض. كان مريض وبطح على صدر الفرس، وكان يعني مبطوح على صدر الفرس عندما كان يقود معركة القادسية. فأنا يعني أستفيد أو يعني أستلهم من موقف النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاستسلام لحكم الموت. وبالتالي أيضا لا أجد أن الطبيب المسلم يملك الجرأة والشجاعة أن يحدد الآجال للناس. يجب دائما أن يقول له بصيغة من الأمل، بصيغة من الرغبة: لعل الله عز وجل يخرق العوائد، لعل الله له تدبير، وفوق تدبيرنا لله تدبيره.
لكن انا بعرف انه الانسان اذا يعني ضعف الايمان عنده مستعد يوقف، يقول له انت صفيان لك 4 ايام، واذا 5 ايام، اذا عشت 5 ايام رجع علي، مدري ايش، خلي حدا يراجعني. دكتور محمد، ترى ما في طبيب بيقول بهذا الكلام صراحة، ما في طبيب بيقول أنت معك 10 مستحيل. ومعك 5، كلياتهم ما بنعلم من الغيب صراحة، بس نحن بنقارن الحالات اللي كانت مرقت بهي الحالة وبنخبر المريض إنه نحن من تجربتنا وخبرتنا المرضى اللي كانوا معك مثل هالحالة، ربما بمجتمعنا العربي ما في عندنا هذه الثقافة، فبنحكي مع الأهل ما بنحكي مع المريض نفسه، بس إنه المقدر والأعمار بيد الله، هذا الشيء ما له حتمي، إنه هذا ممكن 6 شهور، هذا سنة، وهذا الشيء هيك الإحصاءات قالت، بس هذا لا يعني إنه بحالة هذا المريض الفلاني إنه حيعيش 6 شهور أو سنة، هذا الشيء الله أعلم فيه فعلا. طبعا نحن طبعا مؤمنين بالله ومؤمنين انه القدر هو الاجال مكتوبه ولا ما لنا اطلاع على الاجل، ما في طبيب، ربما اذا كان في بعض الناس قالوا هالكلام فربما فهموا خطا، ما في طبيب بيقول انت حتعيش 4 ايام وخمس ايام او 10 ايام او ست او سنه، نحن بنحدد انه قياسا بالحالات اللي مرقوا مثل هالحاله نسبه الوفاه عاليه. هلا يعني أنا لأسأله لأقوله أنه الطبيب يجب أن لا ينسى دوره الإنساني صحيح ودوره أيضا طبعا في العلاج طبعا النفسي. يعني أنت لما مطلوب منك تعطي المريض أمل، تعطيه طاقة إيجابية أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، وأن يعمل أيضا لآخرته كأنه كأنه يموت غدا. صحيح صحيح فيجب أن يكون يعني هذا الدور ما يتخلى عنه الطبيب. لذلك أنا بعتبر أنه ما يوجد في مجتمعاتنا من ثقافة يحتاج انه انت تخبي بعض الشيء عن المريض، ولو اطلعت اهله عليه فيمكن ان يغيب هذا المعنى عن المريض بسبب ان ثقافة هذا المجتمع لا تحتمل ذلك. وبنفس الوقت ما ينسى الطبيب دوره في نشر التفاؤل ودوره في نشر الامل، وتجربة النبي عليه الصلاة والسلام مع سعد بن ابي وقاص، وهي تجربة يعني حتى ان سعد، يقال أن سعد بن أبي وقاص في آخر حياته زار بصرى الشام، فجاءه الناس وكان سعد مجاب الدعوة، فكان يأتيه الإنسان يعني كسيحا فيخرج على قدميه، يدعو له فيخرج، يدعو له فيتعافى، يدعو له فيسمع. قال له ابنه: يا أبتي، ألا أعجب من أمرك؟ طيب أنت تدعو لكل الناس يستجيب لهم الله، طب ألا دعوت لنفسك؟ قال له سعد بن أبي وقاص: يا بني، والله لرضاي بقضائه أحب إلي من رضاي بقضائي. يعني هذا معنى، قديش معنى عالي في الرضا عن الله جميل. عز وجل على الرغم من شدة الدهر وقسوته وتلاحق وتكاثف الأمراض عليه. يجب أن لا ينسى الطبيب دوره كمرشد نفسي وروحي وإنساني قبل أن يكون معالج جسدي. طيب جميل جدا، نعم. انا في عندي لسه محاور ثانيه حابب اني استعجل شوي لانه ما بدي يمتد اللقاء اكثر من ساعه عشان وقت الحضور الكريم. دكتور محمد، موضوع ظنيه الاحكام انت ذكرته خلال الحديث وحابب احكيه بالمحور الثاني، ظنيه الاحكام، نحن اتفقنا وهذا الشيء ما اظن في خلاف عليه، ما بنعلم الغيب حقيقه. فلما انا كطبيب بيسالني المريض، بيجيني مريض مثل ما ذكرت انت حاله نسبه النجاح العمليه هي 10% حقيقه او اقل، ما بقدر انا اقول 100% بالطب الغربي او الاسلامي، اي طب العالم الطبيب لا يعلم الغيب، ما فيني انا اعلم الغيب انه هذا المريض فعلا هيك حيصير فيه، يعني في امل، ربما الامل هو 1% فعلا، ما فيني اقول 0%، هي بنسميها نحن اللا جدوى بالطب الغربي، بيسموها اللا جدوى او الفيوتايل كير. بالطب الاسلامي حقيقه او بالشرع الاسلامي لما بتقرا للفقهاء وللمعاصرين او القدماء بيقول لك مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، نفس المعنى تماما، انه انا ما بعلم الغيب، والظن الغالب انه لا يرجى برؤ هذا المرض، وبالتالي هون العلاج ما عاد مستطب او ربما ما عاد واجب شرعا، ربما صار مكروه شرعا او حرام حتى. هذه الخلاف صراحه بتصير مع كثير، يعني انا بقول لك اياها من تجربه عمليه حقيقه، انا بيكون عم عالج مريض، بيجيني مريض مسن مثلا، انا شرعا او قانونا طبيا بقول انه هذا ما لازم يتعالج لانه الاحتمال الاكبر انه ما يستجيب للعلاج. بيسالني المريض طيب او الاهل المريض عاده انه طيب يعني 100%، بيقول يا اخي ما فيني اقول 100%، بيروح بيسال شيخ الجامع حقيقه، بيقول ما دام في فرصه ولو 1% ولو انه في لازم يتعالج. هذه هي الفكره، انه ظنيه الاحكام سواء شرعا او حتى طبيا، شو تعليقك على هذا الكلام؟ التغلب على ظنية الأحكام يكون ب يعني بمبدأ الشورى، وأمرهم شورى بينهم.
يفترض، يعني أنا أتصور في أي مشفى في العالم في فريق استشاري، يعني هذا الفريق الاستشاري لا يتلقى أوامر جاهزة لا من دين ولا من مذهب ولا من أي فقيه، هو لديه حالة تعرض عليه، يعني كيس باي كيس، هو يدرس حالة بحالة. فهذا الفريق الاستشاري لازم يكون، لأنه هذا مأمورين نحن به حتى في الشرع، وأمرهم شورى بينهم، ولأن رأي الجماعة أبعد عن الضلال من رأي الفرد. فلما يطرح هذا الموضوع، واحد يقول أنه في أمل، واحد يقول الأمل 10، واحد يقول الأمل 20، واحد يقول، فيفترض أن يكون في أي مشفى في فريق استشاري. وهذا الأمر موجود حتى في القانون، موجود حتى في التجارة، موجود في الصناعة، في كل قطاعات الحياة الحيوية، في قرارات بيتخذها الموظف المباشر وعلى مسؤوليته بينفذ القانون، في قرارات هو يحيلها إلى اللجنة لأنها تختلف فيها الأقوال. فدائما رأي الجماعة أقرب إلى الهدى من رأي الفرد. وبعدين يعني حتى تعليق المسؤولية على فريق أسهل من تعليق المسؤولية على فرد، يعني أنا أحمل الموضوع لوحدي، لا خليني أنا أحيل إلى لجنة استشارية. وأنا مع أني ما يعني ما اشتغلت بالمانجمنت للهوسبيتاليتي أو للمشافي، لكن بتصور أنه هذا لازم يكون موجود مثل ما هو موجود في القانون وفي التجارة وفي الدين، يجب أن يكون هناك فريق ما هو استشاري. الحياة العملية هذا اللي عم يصير يا دكتور محمد، انه خاصة نحكي عن بلادنا نحن، لانه نحن محكومين بالدين حقيقة، وكثير ناس خاصة مواضيع الحياة والموت بيروح بيسأل، لازم يسأل شيخ. فللأمانة هذا الشيخ عادة بيكون ربما هو شيخ الجامع حقيقة، هو خطيب الجمعة، هو شخص ما عنده هالثقافة الدينية او هو دارس علم شرعي، فبيخافوا من هذا الموضوع، بيقول لك انه ما دام في امل ولو 1% ولو لازم تعالج، رغم انه الاطباء، وما عم نحكي عن طبيب واحد، كلامك صحيح، الموضوع اللجنه الطبيه والاستشارات، عده اطباء وعدول ومشهود لهم بالامانه وبالكذا، قرروا انه هذا المريض الغالب انه ما حيستفيد من هذا العلاج. هي بنسميها مره ثانيه شرعا اسمها لا يرجى برؤه حقيقه، او بنسميها طبيا عدم الجدوى او الفيوتايل كير. فهل لو اني انا يعني بهالحالات، ربما التوجيه هون للاطباء نفسهم حقيقه وللعوام، للزملاء او الاخوه اللي عم يتابعونا، بهالحاله هل انا لازم اسمع كلام الطبيب او اللجنه الطبيه، مش طبيب واحد، ولا اسمع كلام شخص ما انه متخصص ابدا، شخص متدين بيصلي فينا الجمعه، بيخطب فينا الجمعه، مين المقدم هون بهالحاله؟ الحقيقة يعني المشكلة، أنت عم تثير مشكلة أخرى. هو عادة يعني الموجود في المسجد هذا اليوم اللي هو الخطيب أو الإمام هو ليس الفقيه، هو الواعظ، هذا اسمه الواعظ. يعني أنت اللي بتشوف هذا اللي عنده مثلا ملايين المتابعين، هذا مش هو الفقيه، هذا اسمه الواعظ. الفقيه هو شخص آخر، يعني من شأنه أنه درس الفقه بعمق، ودرس القانون بعمق، ودرس المعارف العامة بعمق، هو الذي تنتجه الجامعات الحقوقية المتخصصة، يعني كلية القانون وليس كلية الشريعة. لذلك أحدثوا فرع في كليات القانون اسمه فرع الشريعة، لأن من يفتي في هذه المسائل يجب أن يكون ملما بالقانون والشرع. والقانون ليس قانون البلد نفسه، بل القوانين المختلفة حتى يستطيع أن يقارن فيما بينها ويصل إلى قرار. يعني بمعنى لو كان بيننا الآن أبو حنيفة، ما لقيته متخرج من كلية الشريعة، كنت لقيت أبو حنيفة متخرج من كلية القانون. صحيح. لو كان بيننا الإمام الزركشي ولا الإمام الشاطبي ولا الإمام الشوكاني، اللي لقيته متخرج من كلية القانون، لأنه هدول كانوا هدول يفتوا للناس في قضاياهم الحياتية. هلا لو بده يفتي في قضايا الموت، خلص شأن الواعظ يفتي في قضايا الآخرة والحساب والعقاب، الواعظ يكفي. أما في قضايا الحياة فكان يفتي الفقيه. نحن في عنا التباس بين الفقيه والواعظ، أو بين الفقيه ورجل الدين. لا لا، يجب أن نميز تماما. ولو أن يعني لو أننا يعني نحترم تماما مهنة الفقيه، ونعطيه المعارف الصحيحة المتصلة بفقهه، وأولها القانون المقارن، هذا الإنسان يحق له عند ذلك أن يفتي في هذه المسائل. أما الواعظ فأنا يعني أتمنى أن يستيقظ الناس، وأن لا يسلموا أمورهم إلى الواعظ لمجرد أنه جيد الخطابة أو صحيح. فصيح الكلام، أو أنه مؤثر أو قادر على البكاء خلال الخطبة. هؤلاء لا يمكنهم أن يفتوا. الرسول نفسه تردد في أمر زراعي وقال لهم خلاص خلاص، أنتم أعلم بأمور دنياكم مني،
لأن الفتوى في الزراعة تتطلب إنسان له خبرات حقيقية في الزراعة، فإذا كان هذا موقف الرسول من شأن زراعي، السلام. فكيف سيكون موقفه من شأن طبي؟ هل سيفتي؟ لا، يعني أنت عارف الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في صحيح مسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة هي ممارسة، يعني الغيلة هي الجماع وقت الرضاع. يبدو أنه جاءته تقارير محلية أن الجماع يختلط بالرضاع فممكن يتسمم الولد، فقال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. قال ثم، يعني أيضا نصحه بعض المستشارين أنه خلينا ناخذ يعني تقارير دولية باعتبار أخذنا تقرير محلي، خلينا نشوف تقارير دولية. فقال رسول الله بكل شجاعة بعد فترة، قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، ثم علمت أن فارس والروم يفعلونه ولا يضرهم، صحيح. ففعلوه. فلا ضر، جميل. شوف احترام العلم، شوف هو رسول ونبي، خبرة الحياة، خبرة بقية الشعوب تماما. مش هو رجل دين ولا فقيه ولا شيخ، هو نبي، نبي نفسه. شوف احترام الخبرة الدولية، قل لك أنا بالخبرة المحلية عم يقولوا لي إنه هذا بيسمم وبيقتل، لكن أنا طلبت تقارير دولية وجاتني الأخبار إنه لا يا رجل، كل الأمم بتسويه وما أحد يعني عم يتضرر منه. قال: لقد هممت، شوف الشجاعة أيضا في التعبير، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، ثم بلغني أن فارس والروم يفعلونه ولا يضرهم، فعلوه. فهذا طيب كان يعني هدي النبي عليه دكتور الصلاة محمد، والسلام. انا بتابع معك، انت عم يعني النصيحه موجهه هون للعوام حقيقه، غير الاطباء والاطباء نفسهم، ان احنا نستغني عن سؤال الواعظين اللي هن اشخاص متدينين وما بنشك باسلامهم او بتدينهم، بس هن مو متخصصين. هلا موضوع المجامع الفقهيه هي بدعه من بدع الزمان هذا حقيقه، انه نحن القضايا التخصصيه بدل ما يكون في عندي انا شخص بيفتي من مسجده او حتى لو كان فقيه متخصص، ربما هو انا بجمع الفقهاء كلهم من عده دول، ربما احيانا بجيب المتخصصين معهم. هي مبادئ مبدا المجامع الفقهيه، في عده مجامع فقهيه موجوده بالعالم الاسلامي حاليا، وصلوا عما يجتمعوا من الثمانينات ربما، يعني اجتماعات دوليه وعم يفتوا بكل المجالات. برايك فتوى المجمع الفقهي بتجمع عده فقهاء مشهود لهم جميعا مع عده متخصصين، مقدمه على فتوى الفقيه الواحد او الواعظ الواحد، ولا لا؟ مو لازم نبحث عنها هلا بهذا الزمان، موجوده للاسف، بس انا بقول لك صراحه من ما بقول تجربه شخصيه، ما انا مفعله بالشكل اللي لازم تكون حقيقه. يعني هو للأسف يعني في قرارات متناقضة لمجامع فقهية، يعني مجمع مثلا المجمع الفقه الإسلامي اللي كان في مكة كان يتناقض كثيرا مع مجمع الفقه الإسلامي اللي كان في جدة، اثنين في السعودية، جميل. وتاليا مع مجمع الفقه الإسلامي اللي في الأزهر الشريف. هلا بشكل عام يعني الانتقال إلى الفتوى العامة هو أمر حضاري، إنه نحن نستعين بأهل الاختصاص، لكن أنا ضد يعني احتكار الفتوى، لأن الفتوى في الأصل شأنها التعدد. يعني نحن عم نخلط بين الفقيه وبين القاضي. الفقيه أو المفتي الفتوى شأنها التعدد، القضاء شأنه الحسم. الفتوى تكون من الأفراد والقضاء لا يكون إلا من السلطة، من الحكومة. الفتوى مبنية على الظن والقضاء يبنى على اليقين. الفتوى يحمد فيها الاختلاف والقضاء لا يجوز فيه الاختلاف. فإحنا عم نحاول ننقل يعني مهمة الفتوى عم نعطيها لبوس القضاء، وهذا خطير. يجب أن تبقى حتى الفتوى سواء كانت فتوى فرد أو فتوى الأزهر اسمها فتوى وليس اسمها حكم قضائي، يعني ليست ملزمة. الفتوى ليست ملزمة، القضاء ملزم. هذا التفريق يعني بكتاب الفروق للإمام القرافي حدد تماما الفارق بين الفتوى وبين القضاء، وفعلا أعطانا ما يفيد، أنه نحن عم نلجأ للمفتين مع أن المفتين هم فقط أصحاب رأي. يعني المفتي في المعايير الشرعية الإسلامية هو فقط صاحب رأي، سواء كان صاحب هذا الرأي هو إمام عظيم جليل كالإمام الشاطبي أو الغزالي أو إمام جامع عادي، هذا اسمه رأي، رأي شخص. أما المشكلة يا دكتور التحول إلى محمد، الحكم الملزم فهو عن طريق القضاء وليس عن جميل، طريق المشكلة يا دكتور محمد إنه نحن المجامع الفقهية مثلا أجازت موضوع التبرع بالأعضاء بين الأحياء من 20 سنة أو 30 سنة، من الثمانينات حقيقة، لا زال حتى اليوم بيطلع فقهاء
او واعظين، خليني بغض النظر من شو دراسه شرعيه للشخص صاحب العلاقه، وفي اسماء مشهوره حقيقه بيقول لك لا انا لا افتي فيه. طيب في مجمع فقهي افتى فيه يا اخي، انت ليش عم تشوش على الناس وتخلي الناس لسه بيقول لك لا فلان افتى وفلان ما افتى؟ ما دام المجمع الفقهي افتى ليش ما نحطه برقبه المجمع الفقهي وخلاص، الا اذا لقيت انه الفتوى شاذه جدا وبدك انت تطلع بمجمع ثاني يعاكسها. عرفت شو؟ انا هذه وجهه نظري حتى في الموضوع. من حيث المبدأ أنا قلت لك يعني الانتقال إلى الفتوى الجماعية هو عمل أكثر ديمقراطية وأكثر حيوية وأقرب إلى الصواب، لكن بشرط أن لا يتغول على الآخرين. ليس لأي مجمع حق أن يمنع الآخرين من الفتوى، سيبقى الفتوى للجميع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم، نحن لازم نحيل إلى المجامع الفقهية لأنها بالفعل أكثر قدرة، خاصة المجامع الفقهية الحديثة. يعني مجمع الفقه سامحهم الله اللي أسسته رابطة العالم الإسلامي، الحقيقة أصبح يعني أصبح في تردده وتحول فتاوي مشكلة. خلينا نحكي عن مجمع الفقه في الأزهر مثلا، مجمع مركز البحوث الإسلامية في الأزهر، أو مجمع الفقه في جدة اللي هو يتبع لمنظمة التعاون الإسلامي. هذه المجامع يعني جيدة وعم تصدر فتاوى أكثر وعياً، لكن ليس لها أن تتغول على الفتوى بمعنى أن تمنع الآخرين من الفتوى. لو في مفتي عام عينته الدولة لا يجوز أن يمنع الآخرين من الفتوى، لأن الفتوى هي الرأي. القضاء إيه؟ نعم، دولة ممكن تمنع أي أحد يمارس القضاء، ويمكن أن تضع شروط للقضاء يعني صارمة كما تشاء. فالقضاء هو شأن حكومي، والفتوى هو شأن شعبي وفردي، ليس لأحد أن يمنعه. ومع ذلك نحن ندعو إلى احترام اجتهادات المذاهب الفقهية لأنها أقرب إلى الصواب. طيب انا بدي ودكتور للدكتور محمد، باسل بدي نعم اعطيك فكره، نحن وصلنا للساعه، بس انا بعدني مستمتع وان شاء الله يكونكم وقتكم يسمح نمد، لان في افكار ما حكيناها. موضوع نوعيه الحياه مقابل اطاله الحياه، الكواليتي فيرسس نعم الكوانتيتي، نعم حكاها الدكتور محمد بالبدايه عرج عليها، فحابب اسمع منك شو هو المذهب الاخلاقي الغربي بهذا الموضوع، اطاله الحياه مقابل نوعيه الحياه، ونسمع تعليق من الدكتور محمد بهذا الموضوع اللي هو نهايه العمر. نعم طب راح أعلق على هذا الشيء، ولكن نقطة أخيرة فقط، تعليق على موضوع المجامع الفقهية. أحد المشاكل اللي نحن بنواجهها دكتور محمد أنه الطب تقدم بخطوات كبيرة كتير، وللأسف المجامع الفقهية ما واكبت هذا التطور، فهذا سبب لنا مشاكل نحن هذا مع كلام المرضى حقيقي. للأسف بنواجهها بشكل شبه يومي. هلا لا كمان احتراما للوقت مثل ما قال دكتور طلال، بالنسبة لموضوع الكواليتي فيرسس كوانتيتي، او اللي هو اطاله الحياه مقارنه بجوده الحياه، صراحه الاخلاق الطبيه الغربيه بتحترم الجانبين، بيعتمد على حسب المجتمع اللي انت ماشي فيه، ولكن في غالبيه الاحيان انا بشوف نحن بنفضل جوده الحياه على اطاله الحياه. دكتور محمد انت حتى حكيت بالبدايه، قلت انه اخي اذا المريض اشتاق لربه يعني ممكن نوافق هذا الشيء، ما في داعي نخليه عايش على الأدوية والمنفسة وكذا فقط لهدف إطالة الحياة. وغالبية الأخلاق الطبية الغربية متوافقة مع هذا الرأي، ولكن تترك مجال ونافذة مفتوحة للمرضى اللي بيقولوا نحن بناء على شرعنا أو بناء على ديننا بناء على أخلاقنا أو قيمنا بدنا نستمر بإبقاء المريض على قيد الحياة قدر الإمكان، حتى وإن كانت جودة الحياة تبعه سيئة. وممكن تقبل هذا الشيء، ولكن دائما الميل هو باتجاه جودة الحياة. نعم، يعني أنا بس بعقب كمان، يعني أنا معك تماما. الفكرة الأولى اللي طرحتها فكرة جدا جدا مهمة، وأنا لو طلبت مني إنه أتحدث عن الأخلاق الطبية كنت حطيت عدد من الأفكار، وإحداها هو أن من فظائع السلوك الطبي، من فظائع السلوك الطبي الآن، أولا دفع المريض للعلاج الأغلى لصالح العيادات، وغياب الرحمة في تحصيل الحقوق، والغياب عن تطور المعارف. غياب الطبيب عن تطور المعارف يشبه أن يكون خيانة لطبه ولمهنته، خيانة لدوره اللي أشرت له. فعلا أنت الآن أشرت لنقطة نحن ما كنا منتبهين إلها، أنه فعلا المجامع الفقهية يعني طريقة البيروقراطية اللي تتداول فيها القضايا واللي تطلب لجان وخبرات
وفي كثير من الأحيان العلم صار في مكان آخر ونحن لساتنا. وبعدين لما يصدر الحكم يعني المجمع الفقهي، مثلا حكم المجمع الفقهي رقم 13 الخاص بأطفال الأنابيب أو بالتلقيح الصناعي، طيب هذا من سنة 89، هل يعقل أنه أنا بضل أخذ فيه؟ من 89 إلى الآن نحن صرنا عم نحكي عن 44 سنة. طيب أكيد في أشياء جدت، وإذ المجمع الفقهي بيقول لك هذه المسألة درسناها وأصدرنا فيها قرار، وإذا أصدرت فيها قرار هذا 44 سنة، هذا بطيئة. يحتاج أنه نرجع له. شكرا كثير لإثارة هذه النقطة. فيما يتصل بموضوع التطبب، يعني نحن عندنا حتى فقهاءنا الآن، عم بقرأ أنا من ابن العربي، يعني هو من أكبر فقهاء المالكية وهو فقيه مالكي كبير، حتى بيقول لك التطبب غير واجب بإجماع من الأمة، ويستدل بحديث يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بالطبع نحن نحمل هذا الكلام على المريض الميؤوس من شفائه، على الذي لا يرجى برؤه. هذا عندما يصل إلى هذه الحالة الإنسان، حتى العاقل، يعني حتى لو كان المريض يخصك، فأحيانا يعني ينتصر العقل على العاطفة ويبحث عما هو مجدي، وبيأخذ بهذا الحديث يقول لك خلاص لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، لأن هذه العلاجات التي كانت في زمانهم كانت يعني فقط تؤدي إلى إطالة العمر أيام معدودة، ولكن مع الآلام ومع الأحزان ومع الأسقام. فلذلك يعني يجب أن ينظر إلى هذه المسألة، نحن نقول بوجوب التطبب دكتور لأن محمد، احكي باسم الاهل، الاهل بهي حاله بيخافوا انه اذا ما عالجوا مريضهم وما اطالوا حياته بالاجهزه الصناعيه هن عم يقتلوه. هذا خوفهم صراحه، وبالنسبه لنا كمسلمين القتل حرام. فهون التعارض اللي هو صراحه بعقول الناس اكثر من هو حقيقه. يعني نحن إذا بدنا نروح على الشرع، لا، الشرع النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أولئك الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ونحن نحمل هذا الحديث على أنه في حالات المرضى الميؤوس من شفائهم. فيجب أن يكون للإنسان يعني قدرة. أحيانا أنا بشوف عائلات مساكين يبتلوا بهذه الحالة، والمريض بده يبقى على المنفسة أو بده يبقى طبعا بالعلاج أو بده يبقى بغرفة العناية المشددة، وبده يكلف له باليوم هذاك الرقم، وهم كأسرة ويضطروا يبيعوا بيتهم، يضطروا يبيعوا بيت ثاني. طيب ما هذا المطلوب؟ يعني خلاص استسلموا لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى جواره خير. إحنا جماعة مؤمنين، يجب أن يكون عندنا هذا الإيمان أكثر من الآخرين. أنا تجربتي أن الطب استطاع بالفعل أن يستبقي يعني أشخاص كثيرين فترة طويلة على قيد الحياة، ولكن على حساب الكواليتي، يعني ما في حياة أصلا، وإنما في يعني استمرار أنه نحن استطعنا أن القلب عم نحافظ ينبض، على القلب عم ينبض حقيقة، بدون عقل بدون دماغ. طيب أنا بعلق على هي موضوع تطور الطب حقيقة مقارنة مع تطور الفقه الإسلامي بهذا الموضوع. أنا بقول لكم صراحة من دراستي لهذا الموضوع، لعام 1950 الفقه الإسلامي كان فقه بالنسبة لموضوع الطب حقيقة، عم كان فقه الطب الشرعي الأخلاق الطبية كان متطور. يعني الكلام اللي حكاه أبو حنيفة صالح لعام 1950 تقريبا، الكلام اللي حكوه الفقهاء الشافعي وغيره وغيره لعام 1950 تقريبا كان صحيح 100%، لانه كله الطب لحد هذاك الوقت كان لساته طب، ما حقول بدائي، بس ما كان تطور النقل الكبير اللي صار باخر 70 او 80 سنه. من عام 1950 حتى الان، اول شيء موضوع الاجهزه الصناعيه صارت تطورت بشكل كبير، صار في اجهزه تنفس صناعي، صار في اجهزه غسيل كلوي، الكلاوي بتتوقف عن العمل، صار في غسيل، صار في اجهزه حاليا من جديد معيضه حتى العمل القلب حقيقه، لما القلب يكون ضعيف كثير صار في اجهزه بتساعد القلب، حتى الكبد حاليا ربما نوعا ما، الشيء الوحيد اللي هلا الاطباء ما قدروا يخترعوه هو العقل والدماغ، ما في بديل للدماغ ابدا. بس بالمقابل كمان زرع الاعضاء اتطور كثير من 70 سنه لهلا، صار هلا عمليه زرع الكليه هو شيء روتيني ما بنفكر فيه ابدا، ولا بينذكر بالاخبار انه زرعوا كليه مثلا. زرع الكبد نفس الكلام، زرع القلب هلا حاليا، زرع الرئتين، هي كل هالاجهزه هاي ما كانت، هالزراعات هي ما كانت موجوده قبل 1950، كلها من 1950 وهلا طالعه. المشكلة بالفقه الإسلامي دكتور محمد إنه يا أخي الكلام اللي يصلح قبل 1950 لا يصلح حاليا. أنت ذكرت عام 1989، أنا بقول لك من 10 سنين الطب تغير عن هلأ بشغلات محددة. هلأ بقضايا زراعة الأعضاء مثلا، في شيء اسمه زرع القلب بعد توقف قلب،
يعني شغله مشربكه، فحتى الاخلاقيين هلا مختلفين فيه، وهي كلها عمرها 5 سنين، يعني شغله متطوره جدا جدا. ما اقصده انه نحن في كثير قضايا حقيقه لابد انه الفقه الاسلامي يجاور الطب او يماشي الطب، يقعدوا مع الاطباء ونتفق يا اخي نحن في قضايا طارئه كثير لازم نراجعها دوريا كل 5 سنين. جميل، أنا معاكم تماما، هذا توجه يستقيم مع مقاصد الشريعة تماما. تمام. باسل شو تعليقك اخيرا اذا عندك في شيء نقاط؟ قطعنا الساعه وانا والله مستمتع جدا بهاللقاء، بس ما بدي اخذ من وقتكم كثير، فاذا في تعليق اخير وبعدين نعطي الكلمه للدكتور محمد، جزاكم الله خيرا على والله تلبيتكم للدعوه. تعليقي هو إنه لقائنا اليوم فعلا ثبت رأيي اللي أنا كنت مسبقا أخذه، إنه أخلاقنا الطبية اللي نحن بنمارسها في الغرب لا تتعارض أبدا مع شرعنا الإسلامي اللي نحن مؤمنين فيه. هلا هذا شأن كنت واثق منه، ولكن حديثنا اليوم صراحة ثبته بشكل أكبر ووضحه بشكل أكبر. بتمنى يكون هذا التوضيح وصل للمشاهدين كمان، وتحديثا تصديقا لكلامك طلال وكمان دكتور محمد، نحن شفنا هون يعني كأخلاقيين طبيين شفنا انه احنا في عندنا تأخير او عدم توافق حاليا بسرعة التقدم بتوجيه ايجاد الفتاوى او بالعلاج الطبي. فأحد المبادرات اللي نحن عملناها بشكل حديث جدا صراحة هو إنشاء لجنة للأخلاق الطبية الإسلامية على مستوى الولايات المتحدة، فقط لتكون منصة لجمع الأطباء اللي هم مهتمين بالأخلاق الطبية الإسلامية، واللي هم بيعالجوا مرضى مسلمين، واللي هم ممكن يكونوا هم أطباء مسلمين نفسهم، مشان يحسنوا يمارسوا الطب بشكل أخلاقي ضمن بلاد غربية ولكن متماشية مع الشرع المؤمنين نحن فيه. فهي كانت مبادرة صراحة، وأنا بتمنى إنه إحنا نوسعها أكثر، وبتمنى إنه يكون في تعاون بيناتنا وما بين نظرائنا اللي ما زالوا عايشين في الشرق الأوسط. ولكن شكرا دكتور محمد كثير للعلم اللي شاركته معنا، اللي أنا صراحة شخصيا استفدت منه. الله دكتور محمد يخليك، شكرا تعقيب أخير جزيلا. على الحلقة. أنا سعيد إنه يكون مثل ما حكى الدكتور إنه في عندنا لجنة أو هيئة تمثل الأطباء المسلمين في الغرب، لكن يعني أتمنى فعلا إنه ما تنحرف إلى الفكرة التربصية والاصطفافية، وإنه نحن تعالوا شوفوا الإسلام من 14 سنة شوف عام سمل وشلون البشرية رايحة إلى الهمجية والانحطاط. لا، المفروض يكون مبني على أساس التكامل. يعني أنت شوف الرسول عليه الصلاة والسلام في 14 موضع في القرآن الكريم. للأسف نحن مشهور عنا أن الرسول إجا من أجل يلغي الأديان ويلغي كل النبوات السابقة، بالعكس 14 موضع بيقول لك مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من النبوة السابقة، من الحكمة اللاحقة، من المنفعة الحاضرة. فيفترض نحن أنه فعلا نبحث عن المشترك. هو طبيعة الناس، ناس وفاقيون وناس فروقيون. طبيعة الناس أنه واحد بيقول لك، أحيانا بتكون عم تحكي موضوع بيجي بيقول لك لا أنا ضدك، طب تفضل احكي وإذا بحكي مثلك ليش ضدي؟ هو طبيعته فروقي. في إنسان آخر بيقول لك أنا مثل ما حكيت تمام وبيسترسل وإذا بتلاقي عم يحكي عكسك. فهي مسألة نفسية. نحن نتمنى لإخواننا اللي موجودين في أمريكا بالذات اللي هي يعني قمة الحضارة والعلم الآن، نتمنى منهم أنه بالفعل يعني يقدموا القيم الإسلامية كإضافة تغني ما أنجزه الإنسان. أنا شخصياً لا أعتبر أن هذه الأخلاق الطبية اللي الآن مثلاً بتقررها جامعة هارفارد، أنا ما بعتبرها هي أخلاق أمريكية، مش هي إنتاج الأطباء الأمريكان، هي إنتاج تاريخ طويل نحن شركاء فيه، في ابن سينا وفي الرازي وفي جالينوس وفي أبقراط، كل هذه السلسلة هي التي كانت تطور تماماً مثل إعلان حقوق الإنسان. يقولوا لك إعلان حقوق الإنسان الإسلامي، يا أخي والله إعلان حقوق الإنسان هو كله قيم إسلامية، وما في داعي أن أقول أنه عندنا نظام آخر. معلش أنت إذا في قيم أخرى أضيفها، يعني دائماً ما في، يعني حتى النصوص المقدسة تحتاج إلى إضافات، فهذا ممكن، لكن لا ينبغي أن يبنى على أساس أن الآخرين يتآمرون على الأخلاق ونحن ندافع عنها، الآخرين يتآمرون على حقوق الإنسان ونحن ندافع عنها. لا، نحن جزء من هذا العالم، نحن جئنا لنصدق ما أنجزه البشر من الحكمة والحقوق والعمل والعطاء والطب والرحمة والمعرفة.
أتمنى من الله أنه يعني تزداد هذه الهيئات الطبية الإسلامية اللي تعنى بتنوير المسلمين على أساس أن يعني يسابقوا في هذا السباق الحضاري، وليس على أساس أن يقاوموه وأن يعني يتلاعنوا معه، أن يسابقوا فيه وأن يتفوقوا فيه. نحن نريد المسلم أن يتفوق، ولكن يتفوق على أساس تنافسي وليس على أساس تربصي. تماما، أوافقك تماما دكتور، وفعلا نحن هي أهدافنا، نحن هدفنا إنه نكون جزء ونمثل صوت للمرضى المسلمين في الغرب، وكمان نبدي ونوضح الجانب الأخلاقي الطبي لأطبائنا المسلمين، وكمان نفس الوقت نعطي منصة إنه مشان نخلي الفقهاء أو خبراء الدين كمان هن انفورم، يعني إنه يعلموا أو يساعدونا بتطوير ممارساتنا بناء على فقهنا وشرعنا. فأنا أوافقك تماما، وشكرا كثير لإضافتك. طيب جزاكم الله خيرا جميعا. بختم بكلمة لابن تيمية، أنه الفقيه الحقيقي لا يصل الفقه الحقيقي حتى يعلم خير الخيرين وشر الشرين. يعني ما يكفي أنك تعرف الخير وتعرف الشر، لا، لازم تكون تتخصص أكثر لحتى تميز أنه هالقضية فيها خيرية أعلى وبالتالي تتبعها، والقضية فيها شر أعلى وبالتالي تتجنبها. أحيانا تضطر تختار، بكثير احيان للاسف نختار اقل اهون الضررين. فالفقيه الحقيقي او المفتي الحقيقي سواء بالطب او بغيره بده يعلم خير الخيرين وشر الشرين. جزاكم الله أنا خيرا جميعا، شخصيا تفضل. أنا بشكركم من قلبي، وأنا سعيد يعني أنه أكون مع أستاذ كبير في جامعة هارفارد، وأستاذ أيضا في جامعة أمفيستا في جورجيا، اوغستا اوغستا وسعيد أنه اثنينهم يقولوا أنه والله يتابعوني أو يحبوني، وأنا أحبهم إن شاء الله في الله، وسعيد جدا بوجود أمثالكم في أمريكا، والله عز وجل يفتح عليكم يكتب عليكم ويدكم الخير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم. إن شاء الله لقاءات قادمة ومع ضيوف مميزين، وإن شاء الله بنوعدكم بالأفضل إن شاء الله، بنتابع بكورس الأخلاق الطبية. يلا، السلام عليكم. شكرا جزيلا.